اهلا وسهلا بيكم يا جماعه. معانا فيديو مهم جدا النهارده، ازاي هنعمل ابديت لمتجر بلاي او لخدمات جوجل عموما على موبايل هواوي نوفا 7 اي او عموما على الموبايلات اللي بتدعم اومي اي. فكل الموبايلات اللي بتدعم اومي اي اللي هي نازل عليها خدمات جوجل زي ما احنا منزلينها في الطريقه كده، فمعظم الناس مش عارفه تحدث خدمات جوجل، لان خدمات جوجل مهمه جدا ولازم تتحدث. فاحنا الطريقه النهارده اللي هوريها لكم ان شاء الله هنقدر نحدث خدمات جوجل بدون اي مشكله. والفكره كلها ان انت لازم تحدث الخدمات عشان تقدر تيجي لك كل التحديثات بتاعه البرامج، ويجي لك كمان الاشعارات تبقى منتظمه معاك بدون مشكله. فاهم حاجه عندنا ان متجر بلاي شغال اهو زي ما انت شايف، وممكن تقدر تنزل منه اي حاجه انت عايزها وكل حاجه شغاله وتعمل بدون اي مشكله. طيب جميل جدا، عايزين نعمل ايه بقى؟ الطريقه اللي معانا، الطريقه اللي معانا دي لازم يكون فيها كمبيوتر يا جماعه عشان نقدر نتحكم في التحديث بتاع الخدمات. طيب اعرف منين الاصدار بتاعي؟ هتدخل الاعدادات، وهتيجي طبعا هنا عندنا على التطبيقات اهي، وبرده تطبيقات تاني، وهنيجي هنا نبحث مثلا ان نكتب جوجل كده بالشكل ده. هتلاقي خدمات جوجل هنا، الاصدار ده قديم جدا يا جماعه اللي هو 20/21/17، فالاصدار ده بيشتغل معاك بدون مشكله وما بيجيبلكش جهازك غير معتمد، بس بعض الاشعارات بتتاخر وبعض المشاكل اللي هي الاشعارات اللي بتظهر على الابلكيشنات. يعني مثلا لو انت عايز تفتح من جهاز تاني لازم نجيب لك اشعار انك تديله الاوكي، فالاصدار ده مش هيظهر لك الكلام ده كله لان هو اصدار قديم. فاحنا عايزين نحدثه لاخر اصدار اللي هو 24 تقريبا اللي هو احدث حاجه. كل اللي علينا ان احنا هنعمله، اول خطوه تعملها تدخل على متجر بلاي وتكتب هنا ايز بوكس بالشكل ده، ايز بوكس اهو، هتلاقيه انا كده كده كنت لسه منزله. وهنيجي هنا ادوس على الايس بوكس ده، هنحمل التطبيق ده يا جماعه عندنا على الموبايل، هنقول له تثبيت. وبرده الطريقه دي تمشي على الموبايلات اللي بتدعم هارموني او اس، لو انت محول الجهاز او انت جايبه كده على طول من غير تحويل، جايبه من بلدي على هارمونو يعني، وتقدر تنزل الخدمات عليه برده مفيش مشاكل. هنقول له هنا فتح بالشكل ده، وهندي السهومه دي كده زي ما انت شايف، وهنيجي هنا ويز كمبيوتر، فهنوقف لغايه الخطوه دي ونخرج كده. هندخل على الاعدادات عندنا، وهنيجي يا سيدي هنا عندنا على حول الهاتف، وهنيجي على رقم الاصدار هتدوس عليها اكتر من كذا مره، فيجيب لك هنا طبعا باسورد الجهاز بتاعك تمام، وتقدر تضيف الباسورد بتاع الجهاز بتاعك عشان يبدا يفتح لنا خيارات المطور. هنرجع كده، هنيجي على نظام وتحديثات، هنيجي يا سيدي على خيارات المطور، هتلاقي فتحت معانا. هنفتح عندنا الاربع خانات دول يا جماعه بالشكل ده، تقول له موافق، هنيجي تدوس كده وكده وكده، وبعد كده تقول له موافق. هيجي لك رساله كده هجيبها لك برضو انا دلوقتي على الشاشه عشان تقدر تعلم عليها، بيجيب لك انك انت هنا السماح والكلام ده. دي كانت الخطوات يا جماعه اللي قدامنا دلوقتي على الموبايل. الخطوه اللي جايه بقى هنبدا ندخل على الكمبيوتر، تابعوا معايا دلوقتي يا جماعه. قبل اي حاجه هتلاقي الموبايل ظهر قدامك دلوقتي على الشاشه، هنحط الكابل بتاعنا زي ما انت شايف كده في الكمبيوتر او اللابتوب بتاعنا بالشكل ده، وهنيجي هنا نعمل نقل ملفات تمام، وهنقفل ده الهاي سويت ده انا احنا مش محتاجينه خلاص بالشكل ده ماشي، وهنخرج كده من هنا تمام. الخطوه بعد كده بقى اسيب لك ملفات طبعا في الديسكريبشن يا جماعه. الناس اللي مش بتعرف تحمل في الديسكريبشن دي، هتضغط على العنوان هتلاقي الروابط كلها موجوده تحت، فبيجي لك بالشكل ده. اول ما تنزل الملف الاوامر بيفتح لك بالشكل ده، هجيبه لك هنا كده برضو اهو. وعندك هنا البلاتفورم ده هسيبه لك برضو في الديسكريبشن، هدوس كده كليك يمين عليه، وهنا وين رار وتعمله اكستراكت هير، فانت كده بتفك الضغط عنه، هيفتح لك الملفين دول تمام. هتاخد ده كده، هتاخد الاثنين كده زي بعض كده، هتعلم عليهم وتدوس كليك يمين وتقول له كات، وهتيجي هنا على الكمبيوتر بتاعك، وهتيجي هنا على الويندوز اللي هو السي يعني، وهتدوس كده كليك يمين وتقول له بيست. فانا عشان منزلهم قبل كده فانا اقول له هنا ان انا عايز احطهم تاني مفيش مشاكل، هتقول له كده كونتينت. فانت دلوقتي زي ما انت شايف الملفين نزل اهو، كل اللي علينا نعمله هنضغط على ده كليك يمين ونقول له كده ران ادد ماي نستور بالشكل ده، وهيجي لنا الشاشه الزرقاء اللي انت شايفها دي. طبعا انت هتغير اللغه من هنا، هتخليها انجليزي وتعمل الكابس لوك اللي هي يعني الكابيتال، وتقول له يس، وبعد كده تقول له يس بالشكل ده وتدوس حرف الواي، بيجيب لك هنا برده وتقول له يس بالشكل ده، وبيجيب لك الشكل اللي انت شايفه ده. طول ما انت جاب لك الرساله دي يبقى انت كده ماشي صح، هتقول له نيكست وبعد كده تقول له فينيش، وهنا بيقول لك قال داون. خلاص احنا كده خلصنا يا جماعه التسطيب الاولاني. هنيجي هنا بلاتفورم تولز ده، هندوس كليك يمين مع الشيفت، الشيفت اللي في الكيبورد كليك يمين مع بعض، هتلاقي حاجه اسمها اوبن باور شيل بالشكل ده، هنجيب دي كده
وكل اللي علينا نعمله هنيجي بقى على ملف الاوامر، هنعلم على دي كده اي دي بي ديفايس، هتدوس كده كليك يمين عليها تقول له كوبي، وهتدوس كليك يمين بس مره واحده من الماوس وتقول له انتر، هيجيب لك هنا ليست اوف ديفايس. هتصبر، اهم حاجه يجيب لك الكود ده اللي هو اللي بيبقى ظاهر عندك على الشاشه، وكده انت ماشي صح. هنيجي على الكود الثاني اللي هو ده، وندوس كليك يمين برده نقول له كوبي، وهندوس برده هنا كليك يمين بالشكل ده وتقول له انتر. لو جاب لك هنا ايرور ديفايس ايرور ديفايس مفيش مشاكل، هتدخل على الاعدادات وهتيجي هنا على النظام والتحديثات، وعندك برده هنا خيارات المطور، هتقفل الاي دي بي واليو اس بي والكلام ده بالشكل ده، وهتفتحهم تاني مره تانيه. تمام، اهو زي ما انت شايف لازم تقفلهم وتفتحهم تاني. هنقفل طبعا الاي سويت مش عايزينه، وهتدوس برده نفس الكود تاني وتقول له اوكي. خلاص فتح لنا هنا دلوقتي زي ما انت شايف اهو، جاب لك هنا الايس بوكس، هتعلم كده عليه، وبعد كده ويز كمبيوتر، وبعد كده سيمبل اي دي بي، هيجيب لك الشكل اللي انت شايفه ده وتقول له ابس، وهنا سيستم، وهتعلم على دو نوت ديت، هتكتب جوجل بس او جو بالشكل ده وتنزل بالسهم تحت، هتلاقي جوجل سيرفيس فريم ورك ده اللي احنا هنعمل له تعطيل، هتقول له فريز. خلاص احنا كده عملنا له فريز يا جماعه، مش هنحتاجه تاني، هنخرج من هنا، هندخل على مدير الملفات. طبعا انا هسيب لك برده الابلكيشن اللي بيحدث خدمات جوجل، هندخل على الهاتف وانا منزله اهو يا جماعه، بيجيب لك هنا الابديت ويقول لك تنبيه امن مالكش دعوه بيه، مش هيضرك باي شيء، وبعد كده تقول له فتح، وهنا بيجيب لك بلاي سيرفيس ابديت. هنصبر بقى شويه لغايه لما يكمل معانا التحديث بالشكل ده زي ما انت شايف، وهتقول له ليس الان، وعندك هنا زي ما انت شايف قول له بلاي سيرفيس انفو وتشيك ابديت، هيجيب لك هنا كلمه تحديث يا جماعه زي ما انت شايف، تقول له كده تحديث. هنصبر لغايه لما يحدث خدمات جوجل، وبعد كده هنكمل مع بعض التحديث. خلاص هو كده حدث يا جماعه زي ما انتم شايفين، طالما خرج كده مفيش مشاكل. هندخل على متجر بلاي، هتلاقيه بيفتح معانا بدون اي مشكله، مش هيقف معانا حتى لو خرجنا من كل حاجه من الجنب ودخلنا مره ثانيه، هتلاقيه بيفتح معانا وشغال ومدفل وعشط. عشان نتاكد هنضغط مثلا على اي تطبيق ونقول له تثبيت، اهم حاجه نتاكد ان هو شغال ويعمل بدون اي مشاكل. الفكره كلها ان لازم نعمل ابديت زي ما قلت لك لخدمات جوجل. وتعال عبال ما ده ما ينزل ندخل على الاعدادات، وهنيجي طبعا هنا عندنا على التطبيقات، وهندخل برده مره ثانيه وهنكتب برده هنا كده، هنبحث هنكتب جو كده اهو بالشكل ده، هنكتب جوجل كده اهو، ودخلنا على خدمات جوجل هتلاقي الاصدار 24، ده احدث اصدار يا جماعه لخدمات جوجل زي ما انت شايف 24/10/17. هنخرج ويا سيدي هندخل على متجر بلاي برده مره ثانيه، ودلوقتي بيثبت لنا يا جماعه التطبيق زي ما انت شايف، مفيش اي مشكله، مفيش اي حاجه واجهتنا، لان ناس كتير قوي جربت المشكله، جربت التحديث ده وظهر لهم مشاكل، فانا جبت لك الطريقه الاسهل والابسط. وزي ما انت شايف هنا بيجيب لنا جاري التثبيت، الطريقه دي تصلح برده ل عندنا لاجهزه الهارموني لموبايلات هواوي، وكمان الاجهزه بتاعت الاومي اي، فانا جربتها لك على الاومي اي وبرده هتلاقيها على الهارموني زي ما انت شايف. الفكره كلها برده كل اسبوعين ثلاثه كده هتضغط على برده نفس التطبيق ده وهتدخل عليه، هيجيب لك بقى اقول لك الطريقه ثاني مره ثانيه. هنصبر لغايه لما يجيب لنا العلامه دي الكره دي تخلص، وبعد كده هندخل هنا بيجيب لك اعلان مالكش دعوه بيه، هندوس هنا الاكس اهو، نرجع كده ندوس اكس فوق، هنضغط على بلاي سيرفيس انفو وتشيك ابديت. اصبح دلوقتي زي ما انت شايف ان الابديت شغال ومفيش اي مشكله، هنا مفيش ابديت، فانت كل اسبوعين ثلاثه هتقدر تدخل وتعمل نفس الخطوات دي وتقدر تحدثها هي بشكل يدوي. جميل، وعندنا اهو يا جماعه البرنامج نزل زي ما انت شايف، ومتجر بلاي برده شغال يا جماعه بدون اي مشكله. وده كده كانت نهايه الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، لو في اي مشكله ممكن تقولوا لي في التعليقات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان نصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.